مرحبا بكم. درسنا اليوم تلوث البيئة. هيا نقرأ النص. بان الفساد هنا في الأرض وانتشر في البر والبحر، لا فرق نرى العلل. بان الفساد هنا في الأرض وانتشر في البر والبحر، لا فرق نرى العلل. ما معنى بان؟ ما معنى العلل؟ ما المقصود هنا بالفساد؟ اربط بين الآية والبيت. الآية تقول، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما العلاقة بين هذا البيت وهذه الآية؟ تبكي السماء على أرض معظمة، أصابها الضر باتت تدمع المقلى. ما معنى معظمة؟ ما معنى المقل؟ وما مفرد المقل؟ تبكي السماء على أرض معظمة، ما نوع هذا الأسلوب؟ بما شبه السماء؟ الناس في قلق فالطقس هددها، والعلم منشغل حتى نرى الحيلة. ما معنى الحيلة؟ ما عكس القلق؟ سؤال: لماذا الناس في قلق؟ وبما ينشغل العلم؟ بالأمس قد غادر الكربون مضجعه، من باطن الأرض نحو الجو منتقلا. ما معنى مضجعه؟ ما جمع الجو؟ ما مضاد باطن؟ ما نوع الأسلوب؟ غادر الكربون مضجعه، بما شبه الكربون وهو ينتقل من مضجعه؟ تلك الأكاسيد والغازات قد عبثت، عاثت فسادا إلى الأوزون قد وصل. ما معنى عبثت؟ وما مفرد الغازات ومفرد الأكاسيد؟ قضيتنا اليوم هي البيئة. تحدث عن أسباب التلوث وكيفية المحافظة عليها مع إبداء الرأي. شكرا لكم، إلى اللقاء.